والنبي افتح لي السخمات دي وحياه والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الأجرة. إن الله مع الصابرين إذا صبروا. هي الدنيا حطير؟ مستعجل ليه؟ في العجلة الندامة. أنت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش إزاي؟ أنت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي أدي جنيه أهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي. وادي تعريفي. وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهب. ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك. كانت حش وسطك. طنطا واحد. يا حي. طنطا واحد. طنطا واحد. طنطا واحد. طنطا واحد. منك لله يابا طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. طنطا واحد. قول لي والنبي يا حضرت العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد. طنطا واحد. ايه واحد. اثنين نفس رقم. قول لي يا حضرت ممكن تستقر لي العلوان دي؟ لا. ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ المنصوره اتنين. صوفيا. صوفيا القشطه. تمر عندي الشفه. صوفيا. صوفيا تمر عندي الشفه. اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوك. صوفيا. ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية سونيا جميلة. جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبيل؟ طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوال ده اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال ال المسحره دي اروح ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ انا مش فاضيلك. اول مره تنزل مصر. ايه؟ اول مره تنزل مصر. ايوه انا اول مره انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه صحيحكم مشكور. ما نجلكش في حاجه وحشه. وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليه. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لذا. قلت بقى ده امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم. من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاوتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك ده هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوم. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصاره. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه المعصاره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين ان سيادتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخينا. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن الصوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. اهدى. قرش تعريف. قرش تعريفه؟
دي كوبات تبان 10 ساق. 10 ساق ليه شويه الماء البيضاء دول 10 ساق؟ اه خد ايه ثلاثة تعريف اهم حلو قوي كده كويس تتحش وسطك ما حدش يسمع اكتر من ثلاثة تعريف. امر لله. انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه؟ باب ايه؟ ده كان لسه على طرطوفة لسانة دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. هما الوزراء بقى ليهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجة ما تتاكلش. تتشرب؟ ولا بتشرب. امال باب ايه؟ باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويلة، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه هي باب اللوق دي عليك نور. طب يا اخي قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا الشعبك يلا يلا بينا. امري لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش. هنداوي انت هنداوي. ايه 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 قوم افتح الباب يا راجل بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل؟ يا ولي الام يا ولي مين حاجينا ساعة زي دي؟ الام قوم يا راجل افتح دهدي. طيب طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين بركه انك طيب. اه اتفضل معايا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يلا في الزقوق. قوم من هنا. انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتم. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين ازيك كده؟ الحمد لله يا خال. ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خالي. ما قلتيش بحاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتلي؟ ما انا اتلهيت على عيني. بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا. ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا ما يصحش قول تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت. اهدي احنا ناقصين. ايه ما يصحش. انا واقع من الجوع. واقع من الجوع يا مرات خال. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه سوني. سوني؟ ايوه بتاع بيضه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش استهدى بالله بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله. ده احنا فينا الصحه تهد جبال. انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيمتك. قوم. معلش يا راس العاد. معلش الواد جديد لسه. مولة الناس يا بوي. ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك. مطولوا على الاخر. لا طول بالك طول بالك يا ريس. احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني 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 اهياني
أهياني أه أهياني أهياني أه أهياني أهياني ياني ياني أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا إيه؟ ما احناش عارفين هنا. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله إيه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. أهين مش كفاية جاي تاكل معانا أكلنا وتشاركنا في منامنا؟ هتواوق لنا كمان يا ولية. عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك من فلاحتك قوي يا اخويا. جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي. انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خلقك حش وسطك انت راخ. قوم يا بغل. شد حيلك ومال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي. ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر يا امال. بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا علي، شيل يا علي. هات يا خال. ايوه شيل. هات شيل يا علي. يلا شيل. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هي دي في تيمين مسلح، تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده. ده حمار. هتقول ايه يا قلت؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. كانت دقفة نيتك وانت زي البغل كده. كانت حش وسطك. عشيت. لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي. اقعد لك على قهوه. الا قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ أول مرة ألاقي خال عايز يتلف أخلاقي ابن أخته. شوية شوية تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد أهو. طب أقول لك إيه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي إيه اللي هشتريه يا خال؟ ما أنتوا عندكوا شاي أهو. أيوه صحيح إحنا عندنا شاي أيوه. إنما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخه. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا عيال عايزهم هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه. حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خالي، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت ليه؟ قال لا. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت ملة على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام علي ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشه تعرف يا اخي.
تخش ما تخش مالك. هو القلم على نياته شرب المقلب، هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ابو حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا رحيم شاي ابو حسن. قال لا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ لا من هذا بروح هذا الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ابو خالد. لا اسمه شاي ابو حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ هات يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول يا ولد. انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت، لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا، لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. ايه اول حي يرجع؟ افتح يا خال. ما تردش عليه. شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم الخيمة؟ انا مش هتخيم. ايه اللي عايز يتخيم يتخمد هو. عايزه تتخيم دي يا مرات خالي؟ انا اتخيم. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام. ما هي المونة اهي. اكده. وكمان هتستعملي. اصلها تقيلة قوي يا ريس. يا ريس بيري. حلوة. دي خطتك اللي تجيلة. لا والله هي ادقى. اهدي. انت هتحضر معاي. طيب غور من قدامي وما تستناش هنا. غور ما تشتغلش هنا. كيف ايه؟ الولد ده ما يشتغلش هنا وما يستناش ولا دقيقة واحدة. بس ما تقولش ولا. الكتم يا ولد. قال هو هتأمر ليه؟ قال على رأي المثل. بنشتغل في الشقه برضه مش عاجل. قلت لك خور من قدامي وما تستناش هنا. بره بره بره. الارزاق على الله. كتك ميله وانت باغل عامل زي جاروس الطين كده. كده؟ ايوه. وكمان هتشتمني. ايوه هشتمك. طيب خد بقى. عيب عيب يا ريس. اوعى كده يا ريس. اوعى كده. عيب يا ريس. عيب يا ريس. عيب يا ريس. قلت لك اوعى كده. اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى. سلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ تعالى بسيطه. آه.
ايه تاكل يا حسامين؟ ايه؟ تاكل؟ انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار. موضح ما يقص صح. الله، يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حيفع في شغلانه ده. انت بتنفخ في ايه قطوع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني، بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اخت زي، هتنفخر بيا اخي النفخرة. ولا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بيت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتفز من هنا. امي امي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد، ساعة قاعد على نار. انا بقول لكم اهو، قوم فيك انت اهو، قوم يا خالد كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط، لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر، قوطه قوطه. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عمي فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصل عليك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي وكده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجان. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره، وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. لا ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب. لا ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجريه ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله يا ولا، احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه، السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا. هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش. يا ترى ايه اللي اخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فات؟ يا حمار يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟
ما تخافش، هو تليه بيقدم مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ واني مالي لما يجي بساله. اساله ده انا حورتك تشد الداهيه يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس انا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس يا ولا ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجه فيكم يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعب، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاد شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ تفضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ووصل لغايه موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الأجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعت الأجرة مضاعف. قال أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. دخلي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأوانطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أديني هنزل يا أخويا ما تسوق. أديني افتح لي الصخمطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي لك ناشا الشروط كمان، ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا تبدأ الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، اصحى. يلا بره. روح انت ده. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مش عايز 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 الخير. ايه؟ مش عايز 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 الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا، لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انا ناظر كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشته. طب ما جهزوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجهه شويه والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذه، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانا. يا
بيت سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبي. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما اقولها لك اقول يا اهلي مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني خلينا في السرير احسن. بيعملوا ايه للولد ايه يا سي خليل يا حمار؟ الغبي الغبي يا حسسانين، عدم المؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة؟ شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. أنا مش فاهم. بيعملوا له عاهة أنتكة. أنتكة؟ أنتكة إيه؟ خزق عين هيأكله الشهد. خزق عين هيأكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن. اجيبه هنا نديله الشهادة الملائمة اللي تلائمه ويبقى طاقة القدر اتفتحت له. راح فين؟ انا حزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخذوا الحلزوني واروح بلدنا. تروح؟ ايوه هروح. تروح؟ اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. هذا ادخل الحمام زي خروجه يالا. يا انت احنا هندي لك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. هاد اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقه روم بعدين، عارف مرقه روم؟ اسمع كلامي، محدش يعرف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بلاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي، هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح بيكم في داهيه. انا عايز رجلي. الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي. هاتولي رجلي لاروح بيكم في داهيه. بس يا جماعه هو. اهلا سي جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا علقها؟ ده انا شاع. احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا. ده انا دكتور جمعه، وميت مره قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسه تتمناني. في ايه يا استاذ؟ يا هاموش، يا سيد هاموش، خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. طب خلاص انت استاذ لنا بقى، شوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. خلاص انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية.
استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لي شمال هناك. تعالى لي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم جايب تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش عايزك تتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضاره واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو، واد ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك. انت بلاش لماضه، مفيش اسماء العمل. بوس الهي يا رب ربنا يكرمكم. الهي يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز؟ ما تجيب حاجه لله. الهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و16 قرش.
الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنية. احنا اللي ولاد جنية. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت عبيط ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت ماني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك ده بس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكره تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانيه، ما نحبش تاكل حق حد ابدا. حقانيه؟ خدهم قد كده على قلبك، تبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصر. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصر، يبقى تديني بالمصر. غريبه، انت بتشوف فيا، انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصر، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت؟ وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. قال لي قول لي انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5 6 جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ
دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي. الحساب عندني. عندك انت ده ايه؟ وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ستي لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيها. ايوه بس انا ما قبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ الام اقرع ونزهه صحيح. الله 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 انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي بس قصدي. خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله جرايات التهاني. مش في بقشيش برضو؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا. انت رايح فين؟ ايه؟ عايز احقق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجي لك فين عشان ادي لك فلوس؟ يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيدة؟ انت حاطة نقلك من نقل الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسة وبنت ناس كويسين واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علولي يعني؟ مثلا. انا ساكن في الرصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. انا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم انا مجيش هنا تاني. يا ستي خلاص هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى. وانت من اهل مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادلين ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو. ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ هموش. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله. انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. يومياتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم. عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل على راي المثل. كان فجر وطلع لبره. هات هات يا سيدي. احنا قلنا حاجه؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه. انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير. وريني والله ما تفرق كتير حتى الجزمه احسن. ايه دي؟ امسك يا بلغه. يا ربنا يكرمك. يا ربنا يخليكم. يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم. ربنا ما يحرمكم من نظركم.
الهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي جرك بالقوه. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا ابويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا خمسة من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين النضرجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. ادي النحس. يظني ان ده موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقولك امنعوا المتسولين من اجل السياحة والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. سرمة. ايه؟ سرمة، اسمي سرمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والسرمة؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين. مش كده؟ هنسيبهم لمين يا عباد؟ سرمة. ايه؟ سرمة. هنسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ سرمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم، ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب. 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب. ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا اسمك ايه؟ هو مين ده؟ استاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب. اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا، النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين؟ يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. خش. تعالوا فرحين، بعدكم خيمه بعد كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخلص يا هلا، ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبة، محدش ما بيهنك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخد لك انا مين؟ مش دلوقتي. الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفين.
اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت انكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه؟ هتلهب؟ التلت ده يا غبي تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابة عن كافة الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو. والسلام أمانة يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار؟ الله سامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ عجبك الرمية اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحب من زمان، انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحة دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو، ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السياسه ما اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر.
اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل على هنا لما لضتني. اوعى تكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي. تصبح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك؟ يا ستي هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم؟ في الشغل يعني، اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر. أجنبي؟ ده منظر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوه أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، أمال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه، دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرف تروحي فين؟ أروح شغل. لا لا لا، شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي؟ أتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجة. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلينها والعة. ولعت ايه بس، لسه مستثمرين في اول السكة. يا دوبك اعمى. بكرة تكبر يا خدامة حسنين. وانا عايدة ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجة. عليا النعمة انت واخدها. وانا بقول لك شوف حاجه على شغل حاجه. عليا النعمه ويمين على يمينك، لا انت واخدها. ايه ما تقوليش حاجه بقى، مش واخد فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوه نفس الوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكره. خلاص بكره بكره. الهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليك. نو عمله صعبه ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا سته؟ فين المنشار؟ طالع واكل نادي الواكل. وانت مالك انت جرح؟ انت عايز مني ايه؟ ده مفيش زبونة الا لما يديلك. وانت هتنقع عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راح عليه. الله، انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي يا معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الله ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة الدين. صباح الخير. صباح النور. الله ربنا يكرمك. نه دولار اجيب سان ماني. إله ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي بعد اذن سعادتك.
الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا فندم يا بلاش 35,000 جنيه للشقه. الو اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني مش عاوز معه كتير. بوضوح يا فايق انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطرتك والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجه تحت؟ بيغسلوا سلم العماره النهارده. سلم ايه؟ امال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوه دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ أنا بقول لك على الشحات الواقف ده. وإحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في إيه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. إيه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد إيده، حتى ونحط نضارة سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقول لك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بقال لك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربيه وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غيره البنزين. البنزين غير قرشين سعر. تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات احنا بنشحت. خد ايه جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين كبداء الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجره. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة بقى انت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ هو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فم. فم. أنا فم. فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟
جامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من الأساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكسب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني أنت لو اتقدمت لواحدة متعلمة مش هتسألك على شهادتك. متعلمة لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معها السكرتارية. وأنت بتشتغلي بالمعهد ده من إمتى؟ يا مين دي؟ أنا بتكلمش على نفسي، أنا بقول مثلا. أيوه أنا بقول يعني مثلا. خلاص مدام مثلا. تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الله بسرعة كده؟ ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعودة تخرج مع رجالة من غير خطوبة. على رأيك احنا في عصر مترو الانفاك. وعلى فكرة باباها راجل طيب قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رأيك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لئيمة طلع مش هعمل. والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كازينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش شحات في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يقدوها على دماغنا. أنا فاضل لي تكة صغيرة وألعب لعبتي الكبيرة. قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر. صباح الخير ولا مساء الخير يا ستي؟ ما تدقيش علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتي. تعجبني عريس. الله عريس؟ ما هو دام لابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ ونظفنا البيت واشترينا دستة جاتو وما بخرت الشقة بعد الصلاة. بس اوعى تقولي ان انا قلتلك. لا ما تخافيش والختنة الشريفة من هاي. تعجبني يا ساتر يا ساتر. دستور انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا. تقدر تقولي يا نانا؟ مين يا نانا؟ ده اسمه ايه يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مرة. يا بنتي يا شقية. طب خش يا سيدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اهلا وسهلا. انا بنتي عايزة كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم. بس انا بقى عليا النصيحة. اتفضل سريع ونعم التفكير. تحب تشرب يا حبيبي؟ كرسي معزة. يا نانا انت قلت تشرب ايه؟ كل نفليكس. حاجة ساعة اي حاجة. حاجة ساعة يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكرة اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايدة كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر. بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كم سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة انا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل لاخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ هي بترزق اخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا عيد
انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده يا ابني. السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساقعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتش. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. تخطيشني بال ما دلوقين عليه. الف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تغلطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك لانك هتشرفني وهترفع راسي، لاني من زمان نفسي يبقى لي ولد افتخر بيه قدام الناس. مالك يا علاقة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ الشغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. يا ده اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي طلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ تجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سا 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 سبارس. تتمناك سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات شحات ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرش معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعملي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين،
مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي زي مثلا الثلاجه التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايد يا عيون عايد، انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز اديكم بومبه. بومبه ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه مش عايز تتجوز؟ ايوه ايوه ايوه. ازاي يعني؟ كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المساله جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس بس ايه غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينه اهي خلاص. انا ما استهلكيش، انا اصلي جربوع ورحمه ام انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. بس ملوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع عايده؟ عايده انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايده عايده، وانا لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين وحرام اذيتهم، يا ماني شحات مفيش اوطى من كده. من ساعة ما خرجت من اللوكام ده. شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومة، انا ما عملتش حاجة. انت حكومة، مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجة. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغاية ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات. ايه رأيك في 100,000 جنيه؟ مئة ألف جنيه؟ ليه بقى؟ حسرق لك سرية ولا عقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق
ونفهمها وهي طايره. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للاداره بتاعتك، تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف، وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده، فده ملوش اي اساس من الصحه. وانت فعلا ما شفتش حاجه؟ بلا. تقرير ايه واداره ايه وبوليس مين؟ القوة الانطلاق، خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. أقوى المحركات، حمولات متعددة، أكبر مخزون لقطع الغيار، وأحدث ورش للصيانة تحت إشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم إنهم يرمشوا، بس أنا هعرف أخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شويبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. على انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص، ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. ب50,000 جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار ازيد سان ماني، الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. قال ايه يا جدع انت؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليلة لقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدع انت استرزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب اركب، ما اشوف اخرتها ايه. الله. ايه الحكايه؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين؟ وليه؟ وفين؟ ورايه غير. الله. المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال، والمقابل المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجة، اتفضل اقرا.
كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عاملني مش عارف تقرا. فاستهل. اللي مت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه، وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفلان. بيقول لك مره واحد الفضل لعب في عبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب ما ابصم احسن. عليكم حركات يا بتوع البوليس. دي امضى دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضة الحكومة؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. قال انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني، أقر وأعترف إني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش، أنا مش حظهره اللي إذا خنتني. ما بلاش، ده شرطي الأساسي. أمري لله. أنا حسنين البرتوشي أهدي تحياتي إلى 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 أقاربي في خربتها بحيرة. إيه؟ وإلى أمي وإلى إخواتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا الضابط حسنين البرتوشي أقر وأعترف إنني أخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة، وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. وحياتي.
السجاير وحياة أبوك. السجاير إيه؟ أي سجاير. ممكن أشيل الشنطة دي عندك خمس دقايق وحياة أبوك؟ إيه؟ فيها فأفن الله. تشكر يا أخوي. سلام. عايزني؟ انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسى اللي فات، انا كنت بعمل ده لمصلحتك. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه والعيش تعيش عايز. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي انني لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى؟ ده خشبه حبشي. انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايا، انت زعزوعة عمرك. انا زع هو كده الحاج يا شيخ منعول قوي الدنيا، لا ابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين، احسن دول اصحاب فضل علينا. ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ انتوا مش كنتوا هنكتب الكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى، انا مش فاهم حاجه، مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. هنقصدكم دلوقتي على الله الشهر متعلقات واجيلكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عيني، يلا هناكل اكل. واحد ظبط واحد مسطول على النص يا بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي. بعد يخبط على الباب ربع ساعه طخ طخ، مراته تقول له مين؟ هو من بره. سخيفه بس عاوزه توضيح. توضيح بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده لا تورينوا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المره دي طب نصوحه هموش، وحسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حته، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده انت طايح قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن عليه. انت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا اقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهيه اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خساره، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه هقطع خبره ككوضاي الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري وراه يا عزيز عطار، ما تخلوش غيبه عن عينك. جري. امرك يا معلمه. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانيه، ولو قفلنا عليه سي 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 التانيه هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانيه بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم. الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكه الشحاتين. اي مملكه لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. او انا في سبيل بقائها؟ انت مسقف انت على النعمه، انت خساره فينا يا جدع. يكون في علمك يا استاذ جمعه، لازم تحضر لنا واحد تاني، لان المكان ده سوء.
صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه. احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عليك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه. اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه يا بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بقى بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساسه سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكاندا. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه؟ يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطة. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتكناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا تيجي انت تاخده مننا سفلاء. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهورات سكرتة موقفينه بدل حساسه سنين. بس حساسه سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكي له يا اخي احكي له يا حامد. انا هقول لك كل حاجه سعاده البيه. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه اللي لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي اللي واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش أي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. أيوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار أزرق لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. أنا خايف يا سعادة البيه لأكون مسألة الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال إحنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجة هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده أوانطة. آه. اهلا يا سعاده البيت. اهلا اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعاده البيت. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش اتفضل. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فند انت؟ انا مستني ساعات البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد
وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خابور، يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه، احنا ناويين نخلص.